بس نيجي على الجزء الثاني من المحاضرة. Biological Macromolecules. Biological معناها الحيوي، Macromolecules يعني الجزيئات الكبيرة بالحجم. حطوا ببالكم طلاب لما يكتب كلمة Micro MA معناها كبير، لكن لما يكتبها MI معناها صغير، تمام؟ يعني MA معناها كبير بينما MI معناها صغير، تمام؟ جزيئات البيولوجيكال مايكرو مولكيول هي عبارة عن جزيئات كبيرة بالحجم، large molecule necessary for life، ضرورية للحياة، تمام؟ that are pulled، التي تبنى from smaller organic molecule، يعني هي جزيئات كبيرة بالحجم ضرورية للحياة، تبنى من قبل جزيئات عضوية صغيرة. وقلنا الجزيئات العضوية هي الأورغانيك مولكيول اللي هي تتكون بشكل أساسي من الكربون في تركيبها، بالإضافة إلى أنه ممكن يدخل بتركيبها الهيدروجين، النيتروجين والأكسجين، تمام؟ أكو أربعة أنواع أساسية، يعني four major classes. major معناها أساسي، classes يعني صفوف، أو ممكن تجي بشكل مجاميع أساسية. يعني هنا أنا قصدي أكو أربعة مجاميع أساسية من البيولوجيكال مايكرو مولكيول، هي الليبيد، الدهون، الكربوهيدرات أو السكريات، النيوكليك أسيد والبروتينات، تمام؟ فممكن يجيك سؤال يقول لك شنو أنواع البيولوجيكال مايكرو مولكيولز، فأنت تجاوب تقول كربوهيدرات، ليبيد، وبروتين، ونيوكليك أسيد، تمام؟ هن ذني الأنواع الأساسية للبيولوجيكال مايكرو مولكيول. كربوهيدرات can be represented by the formula، يعني السكريات ممكن التعبير عنها عن طريق معادلة اسمها CH2O قوسين N، where N is the number of carbon in the molecule. The number of carbon usually range from 3 to 7. The chemical formula for glucose C6H12O6. يعني شان بعض طلاب تلاحظون هاي هنا الفورمولا مالتكم أو المعادلة، قلنا الفورمولا معادلة معناها، represented معناها يمثل أو يعبر عنه، تمام؟ فهنا عندك هاي المعادلة مع السكريات. الآن هذا شيء مثلي، مثلي عدد الكربونات، يعني مثلا إذا الآن هنا نشقد رقم 6، فهنا هاي 6 تمثلي عدد الكربونات لهنا، فهي C6. زين، هاي الآن مو بس نضربها في 6، نضربها في H ونضربها في O. يعني أنا الرقم هذا الموجود هنا أجي أوزعه وأضربه في C وفي H وفي O، بحيث يصير عندنا C6H12O6. تفهمون شلون؟ يعني هو يقول لك انه هذا الرقم يمثل عدد الكربونات، ليش؟ لانه انت هذا الرقم الان اذا جيت ضربته في السي حيطلع لك C6، فنفس العدد لهنا، اذا جيت ضربته بال ايش قد يطلع لك؟ يطلع لك 12. اذا ضربته بالاو ايش قد يطلع لك؟ يطلع لك 6. اذا هذا الرقم كان 7، ايش يسوي؟ 7 تضربها في السي يصير C7، و7 تضربها في الاثنين يم الاتش يصير H14، والاو هماتين يصير بصفها 7، فيصير C7H14O7، تمام؟ أوكي، هو هذا المقصود هنا بهاي المعادلة، يعني هذا الآن يتوزع على كل ذني الأشياء، على السي والإتش والأو، تمام؟ بما أنه هي رأسة حتضربها بالسي، فهذا الآن يمثل السي، تمام؟ أوكي، هو هذا المقصود هنا. يقول لك عادة عدد ذرات الكربون الموجودة بالسكريات تروح من 3 إلى 7 كربونات، تمام؟ كربوهيدرات are classified into three subtypes. يعني الكربوهيدرات عادة تصنف into three subtypes. subtype يعني أنواع، تصنف إلى مجموعة من الأنواع، تمام؟ هذه الأنواع هي المونوسكرايد أو يسموها السكريات الأحادية، دايسكرات أو السكريات الثنائية، and بوليسكرايد اللي هي السكريات المتعددة. يعني شنو مونوسكرايد؟ مونوسكرايد معناها سكر أحادي، يعني يتكون من نوع واحد من السكريات، تمام؟ زين، دايسكرات يعني سكر ثنائي، يعني سكر مرتبط ويا سكر ثاني، تمام؟ بوليسكرات يعني مجموعة من السكريات مرتبطة مع بعضها البعض. نعيدها، مونوسكرايد يعني شنو معناها؟ يعني معناها نوع سكر واحد فقط، تمام؟ دايسكرايد معناها سكرين مرتبطين مع بعضهما البعض. بوليسكرايد يعني مجموعة من السكريات المرتبطة مع بعضها البعض. فهنا يقولك مونوسكرايد، مونو يعني معناها وان، مونو يعني كلمة مونو معناها وان، هاي كلمة لاتينية، مونو معناها وان أو واحد. ساكرا معناها سويت، سويت يعني حلو. فهنا مونوسكرايد يعني سكر أحادي. مرات المونوسكرايد شي يسموها؟ يسموها سمبل شوغر. يعني شنو سمبل شوغر؟ يعني سكريات بسيطة. أكثر أنواع شيوعا من المونوسكرايد هو الجلوكوز، وهذا MCQ. يعني يقول لك المونوسكرايد هي مجموعة من السكريات الأحادية، يسموها سمبل شوغر، يعني يسموها سكريات بسيطة. ليش؟ لأن هي بس مجرد نوع واحد من السكريات. أشهر نوع من المونوسكرايد هو ما يعرف بله
الجلوكوز، تمام؟ زين، inhuman glucose is important source of energy. يقول لك إنه الجلوكوز بالنسبة للإنسان هو مصدر أساسي ومهم جدا للطاقة. During cellular respiration، cellular respiration هي عملية الأيض الخلوي اللي تتم داخل أجسام الكائنات الحية، يعني هي عملية الأيض الخلوي اللي تتم داخل خلايا الإنسان، تمام؟ energy is released from a glucose. الإنسان حيستخدم هذا الجلوكوز اللي حصله من المنتوجات الغذائية. هذا الجلوكوز شو حيسوي بيه؟ حيسوي بيه cellular respiration، تمام؟ يعني حيسوي عملية أيض خلوي بيه على مود يحرر طاقة من هذا الجلوكوز، تمام؟ هاي الطاقة تكون بشكل ما يعرف بالـ ATP، مركب يسمونه الـ ATP، هو مختصر للأدينوسين ترايفوسفيت، تمام؟ أعيد، إحنا من ناكل جلوكوز، هذا الجلوكوز ورا ما يصير بيه امتصاص يذهب إلى الخلايا، الخلايا تستخدم الجلوكوز عن طريق عملية الأيض الخلوي أو ما يعرف بـ cellular respiration. الخلايا عن طريق خلال هاي العملية حتحرر من الجلوكوز طاقة، هاي الطاقة تكون موجودة بشكل ما يعرف بالـ ATP أو الأدينوسين ترايفوسفيت، أوكي؟ أول نوع من السكريات هو المونوسكرايد أو السكريات الأحادية، يسموها simple carbohydrate, simple sugar. كل هاي التسميات نفس الشيء، يعني إذا يقول لك مونوسكرايد هي نفسها simple sugar، نفسها simple carbohydrate، لا تخربط، كل نفس الشيء، تمام؟ consist of only a single sugar molecule، يعني يتكون من جزيئة السكر واحدة فقط، تمام؟ يعني بس جزيئة السكر، بس نوع واحد من السكريات، يعني ما مرتبط ويا سكر ثاني، تمام؟ and are commonly called simple sugar، وعادة تسمى بالسكريات البسيطة. المونوساكرايد كان هاب a carbon backbone of 3-7 carbon، يعني شنو معناها؟ بعض طلاب مصطلح الباكبون يعني الهيكل البنائي لشيء ما. يقول لك إنه السكريات الأحادية عادة تتكون من 3-7 كربونات بتركيبها الداخلي أو الهيكل الداخلي مالتها، تمام؟ For example pentose are monosaccharide with 5 carbon and hexose are monosaccharide with 6 carbon. البنتوز يقول لك هو عبارة عن سكر خماسي يتكون من 5 كربونات، بينما الهكسوس هو عبارة عن سكر سداسي يتكون من 6 كربونات. طبعا البنتوز هو قصده انه هو نوع من السكريات يتكون من 5 كربونات. بنتو تعرفون مصطلح بنتو يعني خماسي، تمام؟ بنتو معناها خماسي، بينما هكسو معناها سداسي، بس ماكو سكر اسمه بنتوز، ماكو سكر اسمه هكسوز، هاي مجرد تسميات. يعني أنا أي نوع من السكريات يتكون من 5 كربونات أسميه بنتوز، وأي نوع من السكريات يتكون من 6 كربونات أسميه هكسوز، هاي مجرد مصطلح تسمية، شلون التسمية العضوية، تمام؟ مصطلح البنتو هو بس إشارة على إنه هذا المركب يتكون من 5 كربونات، مصطلح الهكسو إشارة إلى إنه هذا الكربون يتكون من 6 كربونات، الحروف الأخيرة هي بس إشارة على إنه المركب هذا سكريات، تمام؟ فهو ماكو سكر اسمه بنتوز، هو بس مجرد تسمية، تمام؟ بنتو معناها خماسي، وأوس معناها شجر، إكسو معناها سداسي، وأوس معناها شجر، تمام؟ يعني أنت من تشوف هيك بالتسمية تعرف إنه هذا شجر، تمام؟ هاي تسمية عضوية. The most common monosaccharide and the one that our body use as an immediate يعني مباشرة source of energy is the hexose glucose. يعني من أكثر أنواع السكريات شيوعاً هو الجلوكوز، والجلوكوز هو نوع من السكريات الأحادية أو المونوسكرايد اللي يستخدمها الجسم أو خلايا الجسم عن طريق عملية الأيض الخلوي على مود يتحرر من عندها الطاقة أو الـ ATP. Other common hexoses are fructose found in fruit and glucose which is found in milk. يعني أنواع أخرى من الهكسو، الهكسو قلنا هو السكر السداسي اللي يتكون من 6 ذرات كربون، تمام؟ قلنا أحد الأمثلة عليها هو الجلوكوز اللي يستخدم كمصدر طاقة. أكو أنواع أخرى مثل الفركتوز، سكر الفركتوز هو أما نوع من السكريات الأحادية الموجود بالفواكه، سكر الجلوكوز هو أيضا نوع من السكريات الأحادية، وسكر سداسي أما يكون موجود بالحليب. المونوسكرايد are the monomer that are used to build longer carbohydrate chain. يعني شنو معناها؟ معناها إنه المونوسكرايد هي سكريات أحادية ترتبط مع بعضها البعض عمود تكون سكريات كبيرة بالحجم،
يعني شلون؟ يعني لما المونوسكرايد يرتبط مع مونوسكرايد مع مونوسكرايد آخر مع مونوسكرايد آخر، فدميت مونوسكرايد يرتبطن مع بعضهم البعض، بالنهاية حيكون لنا جزيئة سكريات كبيرة جدا. هاي جزيئة السكريات الكبيرة اللي تتكون شي يسموها؟ يسموها البولي سكرايد. تمام؟ ليش بولي سكرايد؟ لأنه من اسمه بولي يعني مني، بولي يعني مني، مني يعني شنو معناها؟ معناها هواية. تمام؟ فلما نقول بولي سكرايد يعني مركب يتكون من سكريات كثيرة. هاي السكريات منين أنتجت؟ أنتجت من اتحاد مجموعة من السكريات الأحادية مع بعضها البعض. هاي السكريات الأحادية ايش تعتبر بالنسبة للسكر الكبير؟ تعتبر البولدينج بلوك. تمام؟ يعني الشيء الصغير اللي بنالي شيء كبير، فبالتالي كل جزيئة السكر شي يسموها؟ يسموها مونيمر. تمام؟ حط ببالك شيء انه المونيمر هو فشي صغير، لما يتحد مونيمر ويا مونيمر ويا مونيمر بالنهاية حيكون فشي كبير، شي يسمونه البوليمر. تمام؟ فلما جزيئات المونوسكرايد تعتبر مونيمر ويتحد مع جزيئة سكر أخرى يعتبر مونيمر مع جزيئة أخرى تعتبر مونيمر، بالنهاية كونت جزيئة السكر الكبير اللي هو البوليسكرايد. البوليسكرايد شو اعتبره؟ اعتبره بوليمر. تمام؟ النوع الآخر من السكريات هي الدايسكرايد أو السكريات الثنائية، اللي هي تتكون من ارتباط جزيئتي سكر مع بعضهما البعض. يعني شلون؟ لما المونوسكرايد يرتبط مع مونوسكرايد آخر يتكون لك ما يعرف بالدايسكرايد. تمام؟ يعني سكر ثنائي، يعني يتكون من ارتباط اثنين مونوسكرايد مع بعضهما البعض. تمام؟ زين. is made by joining only two monosaccharides together، يعني يتكون من ارتباط جزيئتي السكر مع بعضهما البعض. maltose is a disaccharide formed by dehydration reaction between two glucose molecules. واحدة من الأمثلة على السكريات الثنائية هو مركب يسمونه المالتوز. هذا المالتوز يتكون من اتحاد جزيئتي جلوكوز مع بعضهما البعض، يعني أربط جزيئة جلوكوز ويا جزيئة جلوكوز ثانية يطلع لي المالتوز. زين. when our hydrolytic digestive juices، يعني العصارات الهاضمة المحللة، break down maltose، تكسر المالتوز، they result ينتج عنه is two glucose molecules. يعني شنو معناها؟ هسا احنا نتناول المالتوز، هذا المالتوز قلنا يتكون من اتحاد جزيئتي جلوكوز مع بعضهما البعض. داخل جسمنا هذا المالتوز عن طريق العصارات والافرازات الهاضمة حيتحلل او هيدرولايسيس، يصير بتحلل للمالتوز ويرجع يتحول الى جزيئتي جلوكوز. تمام؟ هو هنا هو هذا المقصود. زين. when glucose and fructose join the disaccharide sucrose form، نوع آخر من السكريات الثنائية هو ما يعرف بالسكروز، والسكروز يتكون من اتحاد جلوكوز ويا فركتوز. تمام؟ يعني جلوكوز هو سكر أحادي، فركتوز هو سكر أحادي، اثنيناتهم عبارة عن سكريات أحادية تتكون من 6 ذرات كربون. أربطهما مع بعضهما البعض شو حينتجني؟ حينتجني سكر ثنائي اللي هو سكروز. تمام؟ نوع آخر من السكريات الثنائية هو اللاكتوز. اللاكتوز يتكون من اتحاد الجلوكوز السكر الأحادي مع الجليكتوز اللي هو همتين سكر أحادي. لما أربطهما مع بعضهما البعض شي ينتجلي؟ ينتجلي اللاكتوز. اللاكتوز هو نوع من السكريات يكون موجودة بمنتجات الألبان. تمام؟ الحليب والجبن وهاي المنتجات. بعض الناس عندهم مشكلة انه شنو؟ انه هذا اللاكتوز احنا منه هضمه لازم يشي يصير بداخل الجهاز الهضمي، لازم يتكسر يتحول الى جلوكوز وجلوكتوز، مثل ما تكسر المالتوز الى جزيئتي سكر عن طريق الافرازات الهضمة، نفس الشيء المفروض اللاكتوز من نبلعة يصير بتكسير عن طريق المعدة او الامعاء الى شنو؟ الى جزيئتي اللي هي الجلوكوز والجلوكتوز. تمام؟ بعض الناس عندهم مشكلة الانزيمات اللي تكسر اللاكتوز، فبالتالي اللاكتوز ما حيتكسر وحيبقى داخل الجهاز الهضمي، وما دام حيبقى داخل الجهاز الهضمي ما حيمتص، فالجسم ما حيستفاد من عنده، وبالتالي بقاء داخل جسم الانسان او داخل المعده حيكون لنا مجموعه من الاعراض. يعني يجيك المريض عنده عسره بالهضم، عنده بطنه دا توجعه، عنده اسهال. اوكي؟ هاي كل الاعراض ممكن تتكون عنده. ليش؟ لانه هو ما يقدر يكسر الحليب، ما يقدر يكسر اللاكتوز. تمام؟ فاللاكتوز ما دام يتكسر ما يصير بامتصاص. تمام؟ فدا يبقى داخل الجهاز الهضمي فيسوي له هاي الاعراض. تمام؟ فايش يسموها؟ يسموها لاكتوز انتولرانس. يعني شنو لاكتوز انتولرانس؟ يعني حساسيه من الحليب. سامعين هذا الشيء؟ يجوز انه الشخص يصير عنده من ياكل منتجات الالبان يصير عنده اعراض، بطنه تقوم توجعه، اسهال. تمام؟ ليش؟ لانه هو ما عنده الانزيم اللي يكسر اللاكتوز، فبالتالي يبقى اللاكتوز داخل الجهاز الهضمي. هسا هاي الصورة تقول لك لما تربط جلوكوز مونوسكرايد مع جلوكوز ثاني حيكون لك مركب دايسكرايد يسمونه المالتوز، وهذا المالتوز نفسه يتكسر داخل الجهاز الهضمي إلى جلوكوز زائد جلوكوز على مود بعدين يصير بيه امتصاص.
النوع الأخير من السكريات هو الكومبلكس كاربوهيدرات أو البوليسكرايد. الكومبلكس كاربوهيدرات من اسمها معناها السكريات المعقدة، بوليسكرايد يعني متكونة من مجموعة من السكريات المرتبطة مع بعضها. يعني شنو معناها؟ معناها انه مونوسكرايد ارتبط مع مونوسكرايد اخر مع مونوسكرايد اخر مع فدميت مونوسكرايد، بالنهايه كون جزيئه البوليسكرايد الكبيره بالحجم. تمام، هو هذا المقصود هنا. من امثله البوليسكرايد هو السيلولوز، الجلايكوجين والستارج. اوكي، هنا هاي امثله على البوليسكرايد. يقول لك انه هي تتكون من لونج تشين اوف جلوكوز سب يونت. يعني هسه الجلوكوز والسيلولوز والستارج منين تتكونن؟ تتكونن من اتحاد جزيئات الجلوكوز مع بعضها البعض. فد مين جزيئات الجلوكوز ارتبطت مع بعضها البعض عم تتكون بالنهايه فد بوليسكرايد. هذا البوليسكرايد يتمثل بالستارج، بالجلايكوجين، بالسيلولوز. تمام، زين. طبعا يقول لك الاطوال مالتها تختلف. ليش؟ لانه تختلف. يجوز اكو واحد يتكون من ارتباط 50 جزيئه جلوكوز، والاخر يتكون من 70 جزيئة جلوكوز، والآخر يتكون من 150 جزيئة جلوكوز. فأكيد أطوالها هتختلف على حسب عدد جزيئات الجلوكوز. The polysaccharide starch and the glycogen are long polymers of glucose that are found in plant and animal respectively. مثل ما قلت لكم قبل شوية إنه المونوساكرايد تعتبر مونيمر، بينما البوليساكرايد تعتبر بوليمر. تمام، قلنا شيء صغير يكون شيء كبير. المونوساكرايد هي مونيمر صغيرة لأنه، والبوليمر اللي هي شنو البوليسكرايد، لأن البوليسكرايد هي كبير. تمام، يقول لك إنه الستارش وين موجود؟ موجود بالنباتات، بينما الجلايكوجين وين موجود؟ موجود بالحيوانات. شلون يعني؟ بعطلب إحنا بالأصل إحنا من ناكل قسم من هذا الجلوكوز اللي احنا ناخذه او السكريات اللي احنا ناخذها نستخدمها كمصدر طاقه بشكل مباشر، والقسم الاخر حينخزن داخل جسمنا، ينخزن بداخل جسمنا بشكل مركب. هذا المركب شي يسمونه جلايكوجين. تمام، هذا وين حينخزن؟ حينخزن في خلايا الكبد. تمام، فحط ببالك شغله انه مو كل السكريات اللي انت تاكلها هي انت تستخدمها بلحظتها، لا، اكو قسم من عندها تستخدمها كمصدر طاقه، والقسم الاخر ينخزن داخل الجسم مالتنا تحديدا بالكبد بشكل مركب. هذا المركب يسمونه جلايكوجين. على مود الشخص من يصير عنده فاستنج، يعني شنو فاستنج؟ يصوم ما ياكل او تمر ساعات هواي هو ما ماكل بيها، منين يحصل على الطاقه؟ هنا يتكسر الجلايكوجين المخزون داخل الكبد ويتحرر من عنده الطاقه. تمام، هو هذا النان المقصود. زين، بالنباتات ما عندهم جلايكوجين، عندهم ستارش. الستارش هو مخزون السكريات بالنباتات، يعني نفس الجلايكوجين الموجود عند الإنسان والحيوانات، الستارش هو نفس الشيء يمثل مخزون السكريات، بس وين؟ بالنباتات. يعني النباتات هماتين تستهلك سكريات، والقسم اللي يزيد عن حاجتها تخزنه داخلها بشكل مركب يسمونه الستارش. أوكي، هنا مثل ما تلاحظون هنا بالصورة عندكم هسه هذا المركب هو الستارش. بعود تلاحظون هذا كله عبارة عن جزيئة جلوكوز، جزيئة جلوكوز، جزيئة جلوكوز، كل يتم مرتبطات مع بعضهما البعض. وتشوفون هنا شلون السلسلة مستمرة، وهنا طالع من عندها تفرعات، هاي التفرعات يسموها برانشز. تمام، تشوفون انه هذا الستارش يمثل مخزون السكريات، وين؟ موجود داخل النباتات. مثل دا يقول لك هنا هاي البوتيتة، خلية البوتيتة تخزن الستاش داخلها. تمام، بينما هنا عندك الجلايكوجين، تلاحظ شلون صاير؟ يقول لك الجلايكوجين بتفرعات اكثر من التفرعات الموجوده بالستارش. والجلايكوجين شي مثلي مخزون السكريات بالانسان والحيوان، وين؟ تلاحظ هنا بالكبد. نوع اخر من البيولوجيكال مايكرو مولكيول هو الليبيد. ميجر تايب انكلود فات، اويل، واكس، فوسفوليبيد اند ستيرويد. يعني يقول لك الانواع الاساسيه اللي تنتمي الى مجموعه الليبيد او الدهون هي عباره عن الفات، الدهون، الاويل، الزيوت، الواكس، الشمع، الفوسفوليبيد. هاي الفوسفوليبيد يعني يدخل بتركيبها الدهون ومجموعه الفوسفيت. تمام، يسموها فوسفوليبيد. الستيرويد هاي عباره عن مركبات، هسه نشرحها. تمام، نون بولار مولكيول ار هيدروفوبيك ووتر فيرينج اور انسولبل ان ووتر. يعني بشكل عام الدهون هي اصلا مركبات غير ذائبه بالماء. يعني شو يسموها المركبات الغير ذائبه بالماء؟ يسموها هيدروفوبيك. حطوا ببالكم طلاب لما يجيبوا لكم مصطلح هيدروفوبيك يعني فد شيء غير محب للماء، يعني ووتر فيرينج. ووتر فيرينج يعني خاف من الماء، ما يذوب بالماء. تمام، يعني انسولبل، انسولبل يعني ما يذوب. يعني لما يقول لك هذا المركب هيدروفوبيك يعني قصده انه هذا المركب ما يذوب بالماء. لما يقول لك هيدروفيليك يعني هذا المركب يذوب بالماء. تمام، فلما هنا يقول لك انه الدهون هي هيدروفوبيك فقصده انه الدهون هي عباره عن مركبات لا تحب الماء، يعني ما تذوب بالماء. تمام، ار ا كلاس اوف مايكرومولكيول مثل ما قلنا قبل شويه ذات ار نون بولار اند هيدروفوبيك.
in nature and consider the building block of many hormones and an important constituent of all cellular membrane. يعني شنو معناها؟ مثل ما قلنا انه الليبيد هو نوع من البيولوجيكال مايكرومولكيول، وقلنا هو نان بولر او هيدروفوبيك. قلنا شنو معنى نان بولر وشنو معنى هيدروفوبيك؟ هيدروفوبيك ونان بولر قلنا يعني غير محب للماء، ما يذوب بالماء. وهماتين الليبيد شو يعتبر؟ يعتبر البولدنج بلوك. يعني شنو البولدنج بلوك؟ مثل ما شرحناها قبل شويه، يعني يدخل في تركيب اشياء كبيره. هنا الليبيد يدخل بتكوين وتركيب العديد من انواع الهرمونات، ويدخل في تكوين السيال ممبرين. السيال ممبرين شنو معناه؟ باعوا الخليه عاده تتكون من غلاف خارجي. شلون الشوكليته بها كاغد يحوطها؟ الخليه هماتين بها غلاف يحوطها، هذا الغلاف اللي يحوطها يسموه سيال ممبرين. الدهون تدخل بتصنيع السيال ممبرين، تمام؟ mammals store fat in a specialized cell called adipocyte where globules of fat occupy most of the cell's volume. يعني شنو معناها؟ mammals معناها ثدييات، تمام؟ يعني الثدييات تختزن الدهون في خلايا متخصصة، specialized cell يعني خلايا متخصصة أو خلايا خاصة called تدعى أديبوسات. يعني شنو معناها طلاب؟ يعني إحنا بناكل الأكل مالتنا، هذا الأكل مالتنا البي دهون، الدهون هاي قسم من عندها يستخدمها الجسم كمصدر طاقة حالها حال الكربوهيدرات، والقسم الآخر تنخزن داخل أجسامنا داخل خلايا متخصصة. هاي الخلايا المتخصصة يسموها الخلايا الدهنية، يسموها الأديبوس تيشو، تمام؟ هاي الخلايا الدهنية لما الخلية بصف خلية، لما الخلية بصف خلية، مو قلنا مجموعة الخلايا شو تكون لنا؟ تكون لنا النسيج أو التيشو. زين، لما الخلايا الدهنية ترتبط مع بعضها البعض شو تكون لنا؟ تكون لنا النسيج الشحمي أو الأديبوس تيشو، تمام؟ فإحنا عندنا الدهون اللي نتناولها قسم من عندها يعتبر مصدر طاقة، وقسم من عندها ينخزن داخل خلايا دهنية يسموها الأديبوسيال اللي تتحد مع بعضها البعض عم تكون تيشيو يسمونه الأديبوس تيشيو. وهذا الدهن اللي يكون مخزون داخل الخلايا يكون بشكل حويصلات أو بشكل جلوبيولز أو حويصلات موجودة داخل الخلية، داخل جسم الخلية. يعني شلون الطوبات موجودة داخل جسم الخلية؟ هاي الطوبات الموجودة داخل جسم الخلية تشغل معظم حجم الخلية، تمام؟ يعني الخلية تكون مليانة دهن، كلها مليانة دهن، حجمها كله مأخوذ من الدهن. هنا طلاب دا يقول لكم انه الفاتي اسيد ار ايذر ساتوريتد اور ان ساتوريتد. يعني شنو معنى ساتوريتد؟ تلاحظون هنا هاي الجزيئه او ذره الكربون المتحده مع هذه ذره الكربون، تلاحظون انه ماكو فد آثرة ثنائية ما بينهما. يعني هذا ذرة الكربون مرتبطة مع الهيدروجين، مع الهيدروجين، مع الهيدروجين هنا، ومع ذرة كربون هنا، وهاي نفس الشيء. بينما بوع هنا تلاحظون انه هنا ذرة الكربون مرتبط بعدد اقل من ذرات الهيدروجين، تمام؟ تلاحظون انه هو بس مرتبط باثنين، المفروض اكو بعد هنا وحدة ماكو، تمام؟ هنا المفروض اكو هنا بعدك وحدة هنا ماكو. فبالتالي تلاحظون انه اكو فد آثرة ثنائية ما بين ذرتي الكربون. فانت من تشوف هاي الآثرة الثنائية شو حتقول على هذا الدهون؟ حتقول هذا دهن غير مشبع. لكن لما نشوف ماكو آثرة ثنائية، يعني ما تشوف هيجي خطين شخطتين، تقول هذا دهون مشبع او ساتوريتد. يعني هذا شو اعتبره؟ اعتبره دهون غير مشبع. ليش؟ لانه اكو آثرة ثنائية ما بين ذرتي الكربون، تمام؟ ليش هنا تكونت آثرة ثنائية ما بين ذرات الكربون؟ لأن عدد ذرات الهيدروجين قليل، بينما هنا ما تكونت آثرة ثنائية ما بين ذرات الكربون لأن عدد الهيدروجين طبيعي، تمام؟ هو هنا هذا المقصود هنا بالشرح. عندك أنت من تبوع على هذا المركب وتشوف أكو بي آثرة ثنائية، تقول هذا unsaturated fat أو دهون غير مشبع. ليش غير مشبعة؟ لأن ما بي عدد ذرات الهيدروجين الكافية لتشبيعه. بينما هذا المركب شو تعتبره؟ تعتبره دهون مشبع. ليش دهون مشبعة؟ لأن عنده عدد ذرات الهيدروجين الكافية لتشبيعه، وماكو أي آثرة ثنائية ما بينهما. يعني أنت من تشوف آثرة ثنائية تقول هذا دهن غير مشبع، لكن لما نشوف آثرة أحادية وماكو أي آثرة ثنائية تقول هذا دهن مشبع. زين، واحدة من الدهون اللي يحتاجها الجسم بس ما يقدر يصنعها بنفسه هو ما يعرف بالإسينشال فاتي أسيد. أي إسينشال معناها شيء ما يقدر الجسم يصنعه، وبالتالي يحتاج إنه أنت تتناول هذا الشيء أما عن طريق الأغذية أما عن طريق المكملات الغذائية أو السبلمنت. شايفين حبوب الفيتامينز، الحبوب اللي شايفيها يجوز بعضكم يستخدمها، هاي الحبوب تعتبر مكملات غذائية، تمام؟ فنفس الشيء أكو نوع من الدهون ما يقدر يصنعها الجسم، فبالتالي يحصل عليها بشكل مكملات غذائية، تمام؟ أو عن طريق الأغذية، يعني ما ياخذ حبوب، ياخذ الأغذية، يعني ياكل، تمام؟
هاي الدهون مثل ايش عليها؟ مثل الاوميجا 3 والاوميجا 6. الاوميجا 3 والاوميجا 6 هي نوع من الدهون اللي هي تعتبر اسينشال فاتي اسيد ما يقدر يصنعها الانسان، وبالتالي يحتاج انه هو ياخذها عن طريق الاكل او ياخذها عن طريق مكملات غذائيه. واكيد كلكم سامعين عن المكملات مال الاوميجا 3 والاوميجا 6. هاي الدهون تعتبر نوع من الدهون الغير مشبعة والمتعددة. يعني شنو دهون غير مشبعة ودهون متعددة؟ يعني تتكون من ارتباط مجموعة من الأحماض الدهنية مع بعضها البعض، فيسموها بولي يعني متعدد. unsaturated يعني دهون غير مشبعة، يعني تتكون من آصرتين، تمام؟ تتكون من آصرتين، يعني يصير هيك شكلها. تشوفون شلون هاي الآصرتين؟ هاي الآصرتين زين. فلهذا أنا أسمي الأوميجا 3 بولي unsaturated. unsaturated يعني تتكون من آصرتين، بولي يعني متعدد، يعني يتكون من أعداد كبيرة من الأحماض الدهنية المرتبطة مع بعضها البعض. required يعني معناها يحتاج، synthesize معناها يصنع، consequently بالتالي معناها، تمام؟ زين. research indicate that omega 3 fatty acid. زين الابحاث اشارت الى انه الاوميجا 3 الى بعض الفوائد. شنو هاي الفوائد؟ اولا reduce the risk of sudden death from heart attack. يعني شنو معناها؟ شافوا انه الاوميجا 3 يقلل الوفيات المفاجئه من الجلطه القلبيه. يعني الشخص من يصير عنده جلطه، نوبات، يصير عنده الم كلش قوي بصدره يسموها الجلطه، هاي الجلطه شافوا انه هو الاوميجا 3 يقلل من حدوث هذه الجلطه، تمام؟ النقطة الثانية reduce triglyceride in the blood. triglyceride هو نوع من الدهون، هاي الدهون تتكون من ارتباط جليسيرول مع ثلاثة أحماض دهنية، تمام؟ احفظها. triglyceride هو عبارة عن ارتباط جليسيرول مع ثلاثة أحماض دهنية، تمام؟ شافوا إنه الأوميجا 3 يقلل نسبة الترايجليسيرايد الموجود بالدم. النقطة الثالثة lower blood pressure، شافوا إنه الأوميجا 3 يقلل الضغط. النقطة الرابعة prevent thrombosis by inhibiting blood clotting. يعني شنو معناها؟ شافوا إنه الأوميجا 3 يقلل التخثر عن طريق تثبيطه لعوامل التخثر، تمام؟ فبالتالي يقلل التخثر، يقلل التخثر اللي يصير به الدم. they also reduce inflammation. شافوا إنه الأوميجا 3 يقلل الالتهابات، تمام؟ إذا نلاحظ إنه الأوميجا 3 شو يسوي؟ ده يقلل حدوث الجلطات القلبية، ده يقلل نسبة الترايجليسيرايد اللي هو يتكون من جليسيرول وثلاثة أحماض دهنية اللي هي 3 فاتي أسيد، تمام؟ الأحماض الدهنية يسموها فاتي أسيد، فيقلل من عندها بالدم. طبعا حطوا ببالكم الترايجليسيرايد هو نوع من الدهون المو زينة الضارة اللي تسوي أمراض، اكو دهون زينة واكو دهون مو زينة. الأوميجا 3 هو دهن زين، تمام؟ الترايجليسيرايد هو دهن مو زين. لور بلاد بريشر نقلل الضغط، بريفنت ثرومبوسيس قلنا يمنع التخثر عن طريق انه هو يضبط عوامل التخثر، واخر شيء يقلل الانفلاميشن. الانفلاميشن معناها الالتهابات. fat do have important function. يقول لك الدهون عندها وظائف مهمة. many vitamins are fat soluble. يعني شنو معناها؟ معناها العديد من الفيتامينات اللي احنا نتناولها بالأغذية ما تمتص إلا لما يكون اكو دهون، يعني امتصاصها يعتمد على وجود الدهون، فيسموها fat soluble vitamin. يعني شنو معناها؟ يعني vitamins أو فيتامينات تعتمد بامتصاصها على وجود الدهون، تمام؟ fat serve يعني يعمل as a long term storage form of fatty acids a source of energy. مثل ما قلنا الدهون الزائدة عن حاجتنا تنخزن داخل خلايا دهنية يسموها الأديبوسايد، بنسيج شحمي يسمونه الأديبوس تيشيو. هذا النسيج الشحمي أهميته إنه إحنا من نحتاج مصادر طاقة حيتكسر هذا الدهون ويتحرر من عنده الطاقة اللي نحتاجها. زين long term يعني معناها على المدى البعيد. they also provide insulation for the body. يعني شنو insulation؟ يعني عازل. يعني شافوا إن انه الدهون تحافظ على حرارة الجسم عن طريق انه تعزله من المحيط. therefore healthy fat in moderate amount should be consumed on a regular basis. يعني شنو معناه؟ بعض طلاب انتم تلاحظون انه الدهون بشكل عام على سبعة مو زينة، انه هو مو زين، وهذا الشيء صحيح، الدهون مو زينة، لكن احنا من ناكلها بنسب معتدلة حيكون ذو فوائد، بس لما ناخذها بنسب كل شيء هواية حتكون بها اضرار كل شيء هواية، تمام؟ فاحنا هنا ايش يقول لك؟ يقول لك انه لما تاخذ الدهون بنسبة صحية healthy ان مودريت اماونت بنسبة صغيرة او معتدلة should be consumed يجب استهلاكها. ليش؟ لانه له هواي مفوائد، تمام؟ يعني انت من تاخذ هاي الدهون بنسب معتدلة ما حتنضر من عندها، وانما بالعكس حتستفاد، لكن لما تاخذها بنسب كل هواي حتنضر. واحدة من الدهون الاخرى هي الفوسفوليبيد، والفوسفوليبيد مثل ما قلت لكم قبل شوية هو عبارة عن دهون او احماض دهنية مرتبطة مع مجموعة فوسفيت، تمام؟
are a major constituent. Constituent يعني المكون أو المكونات of the plasma membrane. يعني يقول لك إنه الفوسفوليبيد هو من المكونات الأساسية للبلازما membrane. حطوا بالكم طلاب إنه cell membrane هو نفس البلازما membrane. قلت لكم إنه الخلية تحاط بغلاف خارجي. هذا الغلاف الخارجي يسمونه cell membrane أو البلازما membrane. والفوسفوليبيد هو الميجر constituent بالنسبة لهذا البلازما membrane. يعني هذا الغلاف الخارجي المكون الأساسي بي واللي يدخل بتكوينه هو الفوسفوليبيد. قلنا إنه البلازما ممبرين هو نفسه السيال ممبرين واللي هو يكون لي الطبقة الخارجية للخلية اللي هي الطبقة الخارجية اللي تحوط بالخلية. Like fat they are composed of fatty acid chain attached to glycerol. مثل ما نعرف إنه الفوسفوليبيد يتكون من مجموعة من الأحماض الدهنية اللي يسموها fatty acid مرتبطة بمجموعة فوسفيت ومرتبطة بمجموعة جليسيرول. تمام، هو هذا المقصود. إذا تلاحظ تركيب الفوسفوليبيد حتلاحظ إنه هو يتكون من أحماض دهنية اللي هو الفوسفوليبيد مرتبطة مع مجموعة فوسفيت ومرتبطة مع مجموعة جليسيرول. نوع آخر من الدهون هو الستيرويد. تمام، unlike the phospholipid and fat discussed earlier يعني تمت مناقشتها مبكرا، هو هذا المقصود. discuss يعني يناقش، earlier يعني مبكرا. تمام، على عكس يعني الفوسفوليبيد والدهون اللي احنا شرحناها بالبداية steroid have fused ring structure. يعني على عكس تركيب الفوسفوليبيد والدهون اللي احنا شرحناها بالبداية شافوا ان الستيرويد عنده تركيب حلقي. تلاحظون هذا التركيب الحلقي، هذا التركيب الحلقي ما موجود بالمركبات مثل الفوسفوليبيد والدهون اللي احنا شرحناها بالبداية. تمام، هذا التركيب الحلقي يكون موجود وين؟ موجود بالستيرويد. تمام، although they do not resemble the other lipid. يعني شنو معنى resemble؟ يعني هي ما تشبه الدهون الأخرى. يعني ده يقولك على الرغم من الستيرويد هو ما يشبه الدهون الأخرى. they are grouped with them. مع ذلك هو الستيرويد يصنف نوع من أنواع الدهون. ليش؟ because they are also hydrophobic. لأنه أيضا غير محب للماء. hydrophobic مثل ما قلت لك إنه هو غير محب للماء. insoluble in water يعني ما يذوب بالماء. لا كوليسترول. يعني يقولك الستيرويد عند هذا التركيب الحلقي، هذا التركيب الحلقي يميز عن باقي أنواع الدهون اللي إحنا شرحناها بالبداية. تلاحظ إنه الستيرويد على رغم انه اكو اختلافية بتركيبه عن انواع الدهون الاخرى، مع هذا هو يعتبر نوع من الدهون. ليش؟ لانه هو يعتبر هيدروفوبيك او ووتر انسولبل، لانه هو يعتبر غير محب للماء او غير دائب بالماء. نوع من الستيرويد هو مركب يسمونه الكوليسترول. تمام، الكوليسترول is the most common steroid. يعني هنا عندك MCQ يقول لك شنو الموست كومن ستيرويد، يقول له الكوليسترول. كوليسترول is mainly synthesized in the liver. يعني الكوليسترول يصنع بشكل أساسي عن طريق الكبد. is the precursor to many steroid hormones such as testosterone and estradiol which are secreted by endocrine gland. يعني شنو معناها؟ معناها أن الكوليسترول يدخل بصناعة أنواع عديدة من الستيرويد هرمون. من ضمن هاي الستيرويد هرمونز عندك التستوستيرون اللي هو الميل هرمون. أوكي، تستوستيرون يعني موجود بالميل. تمام، بينما الأستريدول مرات يسموه أستروجين وين موجود؟ موجود بالفيميل. تمام، فالكوليسترول هو يعتبر البريكارسر. يعني شنو البريكارسر؟ يعني الشغلة اللي تبني أو تدخل في بناء التستوستيرون والأستريدول. تمام، يعني أي مصطلح بريكارسر معناها الأسلاف. أنا جايب معنى إنه الكوليسترول دخل بصناعة الأستريدول ودخل بصناعة التستوستيرون. نفس الوقت is also the precursor to vitamin D. يعني هو همتين يدخل بصناعة الفيتامين دي. تمام، هو يدخل بتركيب فيتامين دي. تمام، كوليسترول is also the precursor of bile salt which help in the emulsification of fat and their absorption by cell. emulsification معناها استحلال. يعني شنو معناها؟ تعرفون أنتوا عندنا المرارة يسموها الجول بلادر. الجول بلادر هاي بداخلها أكو فشي اسمه البايل سولت. هاي البايل سولت يدخل بتكوينها وصناعتها الكوليسترول. تمام، شنو أهمية البايل سولت؟ أهميتها أنه هي تساعد بامتصاص الدهون. فحطوا ببالكم طلاب أنه الكوليسترول هو أكثر أنواع الستيرويد شيوعا، أنه الكوليسترول هو يصنع بشكل أساسي عن طريق الكبد، وأنه الكوليسترول يدخل بصناعة هرمونات. هاي الهرمونات تعتبر هرمونات من مجموعة الستيرويد مثل التستوستيرون والأستريدول، وبنفس الوقت يدخل بصناعة أو تكوين الفيتامين دي، وبنفس الوقت إلى علاقة وأهمية بتكوين البايل سولت. والبايل سولت وين موجودة؟ موجودة بالجول بلادر أو المرارة اللي هي مهمة بالأبزوربشن يعني امتصاص الدهون. أوكي، although cholesterol is often spoken of in negative terms by people. يعني يقول لك على الرغم من الكوليسترول عادة يعني الناس يحكون عنه انه هو مو زين، هو فعليا مو زين، بس احنا نحتاجه بكميات معتدلة مثل ما قلت لكم. it's necessary for a proper functioning of the body. لكن هو ضروري بإداء الوظيفة وظائف الجسم. تمام، it is a component of a plasma membrane of cell. يعني شنو معنى طلاب؟ مثل ما قلنا الغلاف الخارجي المحاط بالخلية شي يسمونه cell membrane، ومرات اسمه plasma membrane. يعني من يقول لك cell membrane او يقول لك plasma membrane هو نفس الشيء.
تمام. It found within the phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer هي نفسها البلازما ممبرين أو السيال ممبرين. يعني يقول لك بلازما ممبرين، سيال ممبرين، phospholipid bilayer هو نفس الشيء، أوكي؟ Begin the outermost structure in a cell. The plasma membrane is responsible for the transport of materials. يعني شنو معناها؟ كل هاي النقاط الثلاثة شنو معناها؟ معناها إنه هو الكوليسترول يدخل بصناعة أو تكوين الغلاف الخارجي للخلية. الغلاف الخارجي اللي هو cell membrane. تمام طلاب؟ شلون الفوسفوليبيد دخل بصناعة الغلاف الخارجي للخلية؟ الكوليسترول هم تاني يدخل بصناعة الغلاف الخارجي للخلية. النقطة الرابعة cellular recognition and it is involved in a cell to cell communication. يعني شنو معناها؟ يعني هو هم تاني الكوليسترول يساهم أو إلى علاقة بكيفية تواصل الخلايا مع بعضها البعض، تمام؟ هو هذا المقصود هنا أنا. cellular recognition يعني تعرف على الخلايا، يعني شلون الخلايا تتعرف على الخلايا الثانية وتتواصل مع بعضها البعض. يقول لك الكوليسترول إلى علاقة بهذا الشيء. زين هسه نجي على البروتين اللي هو ثالث مايكرو مولكيولز. بروتين ار وان اوف ذا موست اباندنت اورجانيك مولكيول، يعني هو من اكثر انواع الجزيئات العضويه شيوعا ان ليفينج سيستم في الكائنات الحيه اند هاف ا فرايتي اوف فانكشن فور اول مايكرو مولكيولز، يعني عنده انواع مختلفه من الوظائف. اند بروتين ار بوليمرز اوف امينو اسيد ارانج ان ا لينير سيكونس. يعني شنو معناها؟ قلنا يعني شنو مصطلح المونومر، وقلنا المونومر يكون البوليمر. البروتين منين يتكون؟ يتكون من مجموعه من الاحماض الامينيه هو الامينو اسيد. هاي الامينو اسيد تعتبر المونيمر اللي تكون الشيء الكبير اللي هو البروتين. يعني شلون طلاب؟ يعني انت عندك شنو؟ عندك مونيمر، هاي المونيمر اللي هي الامينو اسيد. هاي الامينو اسيد لما امينو اسيد ويا امينو اسيد مع ويا امينو اسيد الاخير تحت شيء يكون لنا البوليمر الجزيئه الكبيره بالحجم اللي هي البروتين. اوكي طيب، البروتين عنده وظائف كلش هواي داخل أجسامنا ولا حصر لها. واحدة من هاي الوظائف إنه البروتين ممكن يكون ستراكتشرال. يعني شنو ستراكتشرال؟ يعني البروتين يعطي الشكل والمظهر الخارجي للأشياء، تمام. النقطة الثانية ممكن يكون ريجولاتوري، ممكن يكون كونتراكتايل، ممكن يكون بروتكتيف. يعني شنو معناها؟ معناها انه البروتين ممكن يدخل ببروتينات لها العلاقه بحمايه الجسم من الامراض، تمام، او حمايه الجسم من الالتهابات، تمام. يعني من يدخل عدو للجسم هاي البروتينات هي اللي تدافع عن جسمنا، اوكي. ومرات البروتينات تكون موجوده بالعضلات وتكون مسؤوله عن تقلص العضلات فيسموها كونتراكتايل، يعني تقلص، تمام. ومرات يدخل ببروتينات تنظم عمليه انقسام الخلايا فيسموها ريجولاتوري، تمام. ومرات يدخل بإنزيمات تساهم بعمليات الإيض الخلوي. فالبروتينات إلى تطبيقات شاسعة، تمام. They may work in transportation, storage or membranes. يعني ممكن يكون البروتين موجود بالأغلفة الخارجية، ممكن يكون موجود موجود بشكل يعني مركبات مخزونة داخل الجسم، مثل ما قلنا إنه الكربوهيدرات والدهن ينخزن داخل الجسم، البروتينات هم تنخزن داخل الجسم وتعتبر من مصادر الطاقة، تمام. or it could be toxin or enzymes. وهم البروتين ممكن يكون موجود بشكل توكسين، يعني مواد سامة، أو ممكن يكون موجود بشكل إنزيم. يعني ممكن البروتينات تكون موجودة بشكل إنزيم. هاي الإنزيمات إلها دور ووظائف كل شيء هواية داخل جسمنا. فمثل ما تلاحظ إن البروتينات إلها أشكال متعددة ومختلفة داخل أجسامنا. each cell in the living system may contain thousands of protein. يعني كل خلية داخل أجسامنا ممكن تتكون من آلاف من البروتينات اللي لها وظائف مختلفة. يعني ممكن البروتين الموجود بالخلية يكون موجود بالسيل ممبر، يعني ممكن هذا البروتين يكون بشكل إنزام، ممكن هذا البروتين يكون موجود بشكل قناة، يعني channel، أوكي. هسه هاي تاخذوها بعدين بالمستقبل، أوكي. فالبروتين يكون موجود بأشكال مختلفة داخل الخلايا. مثل ما تلاحظون هذا تركيب البروتين. البروتين منين يتكون؟ يتكون من ذرة كربون. هاي ذرة كربون، هاي ذرة كربون مرتبطة بمجموعة جانبية. هاي المجموعة الجانبية يسموها سايد تشين او الار، هذا سايد تشين او الار. زين ومرتبط هماتين بمجموعه امينو جروب، هاي الامينو جروب ام ال ان اتش اتش ان اتش 2. زين ومرتبط هماتين بمجموعه كاربوكسيل جروب، هاي المجموعه يسموها المجموعه الكاربوكسيل جروب. حطوا ببالكم طلاب انه هذا شيء يمثلي تركيب البروتين، انه هو اكو كربون بالوسط، وهاي الكربون اللي بالوسط مرتبطه بهيدروجين من فوق ومرتبطه بسايد جروب أو سايد تشين يسموها الار جروب، ومنها أنا مرتبط بمجموعة أمين، أنا مرتبط بمجموعة كاربوكسيل، أوكي؟ طلاب طبعا هاي المجموعة مال الار هي المتغيرة، يعني مجموعة الأمين تبقى ثابتة ومجموعة الكاربوكسيل جروب تبقى ثابتة والأشهى مالت يعني يبقى ثابت، بس الفرق هنا هو الار. زين هذا المخطط عندنا انواع البروتينات. طبعا طلاب هذا المخطط شويه مال مراحل متقدمه، يعني مال اشخاص اكبر من عمركم، يعني مرحله رابعه مرحله ثالثه هيك شيء.
تمام، بس هي مذكور بملزمتكم، فحشرح شوية شرح بسيط عنه. تمام، أول شغلة من استخدامات البروتينات اللي هي تدخل بالدايجستيف إنزيم. دايجستيف إنزيم يعني الإنزيمات الهاضمة، يعني أكو إنزيمات موجودة داخل الجهاز الهضمي تساهم بهضم المواد الغذائية. البروتينات هي تكون مكونة إلها، يعني شنو معناها؟ يعني الإنزيمات اللي داخل الجهاز الهضمي هي تكون أصلاً عبارة عن بروتينات. تمام، هي شنو أهميتها؟ أهميتها إنه هي تهضم المواد الغذائية. النقطة الثانية ترانسبورت، يعني يقول لك اكو بروتينات، هاي البروتينات وظيفتها انه هي تنقل الاشياء خلال جسم الانسان، يعني تشتغل شلون المركبات، هاي المركبات تحمل عليها الاغراض وتنقلها خلال جسم الانسان. تمام، فهاي الوظيفة الثانية للبروتينات. النقطة الثالثة هي الستراكشرال، يعني شنو معنى الستراكشرال؟ يعني معناها البروتين يدخل بهيكلة وتركيب الاشياء. زين، الهرمونز، يعني يقول لك انه البروتينات ممكن يكون موجود بشكل هرمونات. تمام، يعني هرمون قام على اساس البروتين، اوكي، مثل الانسولين، تعرفون الانسولين المهم من جماعه السكر. زين، ديفنس، يعني شنو ديفنس؟ دفاع، يعني معناها يقول لك انه البروتين مرات يدخل بروتينات مع الجهاز المناعي، يعني الجهاز المناعي عنده مجموعه بروتينات، هاي البروتينات وظيفتها دفاعيه. تمام، كونتراكتايل، يعني معناها انه البروتين مرات يكون مسؤول عن تقلص العضلات. فمثل ما تلاحظ انه هنا البروتين عنده وظائف مختلفة. تمام، ممكن يصير عنده ستورج، ممكن وظيفته يكون هرمون، ممكن وظيفته يكون ستراكشر، وهكذا. البروتين، the building block of protein، يعني قلنا شنو معنى building block؟ والبروتين قلنا منين يتكون؟ يتكون من امينو اسيد. هاي الامينو اسيد شي يسموها المونيمر، اللي هي تبني الشيء الكبير اللي هو البروتين، اللي هو يعتبر البوليمر. each amino acid has a central carbon that is linked to amino group and carboxyl group and hydrogen atom and R group or side chain. there are 20 commonly occurring amino acid each of which differ in the R group. each amino acid is linked to its night pore by peptide bond, a long chain of amino acid known as polypeptide. يعني شنو معناها؟ بعض طلاب نرجع للصورة. قلت لكم إنه الأحماض الأمينية منين تتكون؟ تتكون من ذرات كربون، هاي ذرات كربون قاعدة بالوسط، مرتبطة بذرات هيدروجين، مرتبطة بمجموعة أمين، ومرتبطة بمجموعة كاربوكسيل جروب، مرتبطة بR side chain. بعض طلاب كل البروتينات تحتوي على هذا التركيب. تمام، كل البروتينات، يعني كل الأحماض الأمينية اللي تدخل بتكوين البروتينات تحتوي على هذا التركيب. تمام، إذا الاختلاف ما بين حامض أميني وحامض أميني آخر يكون عن طريق شنو؟ عن طريق هاي المجموعة. تمام، يعني هذا الحامض الأميني شنو اختلاف عن حامض الأميني الثاني أخوه؟ هاي المجموعة. they are 20 commonly occurring amino acid، يعني اكو 20 amino acid، يعني اكو 20 حامض اميني. each of which differ in the R group، هاي شرحناها قبل شوي. each amino acid is linked to its night pore by peptide bond، يعني شنو معناه؟ يعني يكون عندنا فد حامض اميني، هذا الحامض الاميني الامينو اسيد يرتبط ويا الحامض اميني اخر عن طريق، يعني حامض اميني ويا حامض اميني اخر يرتبط عن طريق اصل، هاي الاصل يسموها البيبتايد بوند، هاي الاصل يسموها البيبتايد بوند. اوكي، زين، لما يكون سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية، هاي شي يسموها بولي بيبتايد، يعني شنو معناه؟ لما الحامض أميني يرتبط بحامض أميني ثاني بصفه عن طريق آصر، هاي الآصر شي يسموها البيبتايد بوند. لكن لما مجموعة من الأحماض الأمينية ترتبط مع بعضها البعض، بالنهاية هاي الأحماض الأمينية شي يسموها البولي بيبتايد. تمام، يعني شنو معناها طلاب؟ يعني امينو اسيد ويا امينو اسيد ثاني باثر، هاي الاثر شي يسموها بيبتايد بوند. لما امينو اسيد ويا امينو اسيد ويا امينو اسيد فد 100 امينو اسيد شي يسوي؟ بالنهايه يسوون فد مركب يسمونه البولي بيبتايد. تمام طلاب، هذا البولي بيبتايد لما يتحد ويا بولي بيبتايد ثاني ويا بولي بيبتايد ثالث، شي يكون لنا؟ يكون لنا البروتين. ممكن البروتين يتكون من بولي بيبتايد واحد، وممكن بولي بيبتايد اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة. أوكي، هو هذا المقصود، يعني أشياء صغيرة تبني الأشياء الكبيرة. يعني بالبداية بدينا بأمينو أسيد، بعدين الأمينو أسيد كونت لنا بولي بيبتايد، بعدين البولي بيبتايد كون لنا المركب النهائي اللي هو البروتين. زين، البروتين ار اورجنايز ات فور ليفل، هاي خلي اشرح لكم اياها بالصوره. مثل ما تلاحظون البروتين عاده يكون موجود باربعه تركيبات اساسيه، هاي الاربعه تركيبات اساسيه يعني تبدا شويه شويه لحد ما توصل الى الشكل النهائي من البروتين. يعني البروتين من يصنع يبدا بالبدايه بالشكل الاول، هذا الشكل الاول، بعدين يتحول الى الشكل الثاني، بعدين بالشكل الثالث، بعدين بالشكل الرابع. اكيد مو كل البروتينات تمشي بهاي الطريقه، بس الاغلبيه. تمام، اول شغله البروتين يكون عنده هذا البرايمري بروتين ستراكشر، يعني البرايمري هو الاولي، سيكونس اوف تشين of amino acid، يعني أول ما يصنع البروتين يكون بالشكل مجموعة من الأحماض الأمينية، سيكونس يعني سلسلة، يعني سلسلة من الأحماض الأمينية. مثل ما تلاحظون هاي سلسلة من الأحماض الأمينية، ما دام هاي سلسلة من الأحماض الأمينية مجموعة كبيرة من عندها، فهاي شيء يسموها البولي بيبتايد. تمام، السكند بروتين ستراكشر، يعني بعدين البرايمري يتحول إلى سكندري، هذا السكندري هيدروجين باندينج اوف بيبتايد،
backbone causes the amino acid to fold into a repeating pattern. يعني شنو معناها؟ معناها يقول لك هاي الأحماض الأمينية أو البوليبيبتادي شو يصير بيها؟ يصير بيها folding. يعني شنو بيها folding؟ يعني تبدأ تلتوي، يصير هيك بيها. تشوفون شلون هيك يصير بيها التواءات. زين هذا الالتواءات يتم عن طريق شنو؟ عن طريق الهيدروجين bound. عن طريق الهيدروجين تلاحظون هنا وين الهيدروجين bound؟ هسه طلع لكم بالصورة بعض طلاب. هذا الهيدروجين بوت عن طريق هاي الهيدروجين، عن طريق هاي مجموعة الهيدروجين، هاي المجموعة الهيدروجين اللي تلاحظوها تكون السكندري ستراكشر. يعني شنو السكندري ستراكشر؟ يعني يبدأ البوليبيبتاد يلتوي هيك ينطوي على نفسه، تمام؟ عن طريق هاي المجموعة، عن طريق هاي الأصرة، تمام؟ تمام. فهنا هو المقصود إنه الهيدروجين باوندينج أوف ذا بيبتايد باك باوند كوزز ذا أمينو أسيد تو فولد إنتو ريبيتينج باترن. مصطلح الباك بون قصدهم الهيكل، الهيكل اللي يكون الشيء معين، شلون هيكل البناء، اوكي؟ فيقول لك هذا الشيء الالتواءات اللي دا تتكون، هاي الالتواءات اساسها من هو؟ اساسها الهيدروجين باوند، اوكي؟ وذرة الهيدروجين اللي انتم شفتوها، اوكي؟ تمام؟ دا تفهمون طلاب؟ يعني اصلها الهيدروجين باوند او الرابطة الهيدروجينية، تمام طلاب؟ زين، لما يلتوي يكون بشكل شنو؟ يا اما يكون بشكل الفا هيلكس، يا اما يكون بشكل بيتا بليتد شيث، تمام؟ هاي تحفظوها. يعني شنو طلع؟ يعني هسه هذا بالبداية البروتين يكون بشكل مجموعة من الأحماض الأمينية المرتبطة مع بعضها البعض بشكل بوليبيبتاد، بعدين هذا البوليبيبتاد عن طريق الهيدروجين باوند أو الرابطة الهيدروجينية يصير بيه فولدنج. يعني شنو فولدنج؟ يعني التواءات، فيكون أما ألفا هيليكس أو بيتا بليتد شيثت. يعني شنو معناه؟ يعني أما يكون الألفا هيليكس يكون بشكل ألفا هيليكس، يا أما يكون بشكل بيتا بليتد شيث، تمام؟ هذا يسمونه secondary protein structure. زين tertiary protein structure شي يقول لك؟ يقول لك انه 3 dimensional folding pattern of a protein due to side chain of interaction. يعني شنو معنى؟ يعني هسه هذا البروتين هسه مو بس يصير بي folding، يصير 3 dimensional structure، يعني يكون شكله ثلاثي الابعاد. تلاحظون شلون هيك شكله ثلاثي الابعاد؟ هذا يتم عن طريق شنو؟ هذا يتم عن طريق شنو؟ هذا يتم عن طريق ال R chain، side chain اللي هي هاي بعض طلاب، هاي الار او السايد تشين، تمام. رابع شيء، لما مجموعه بولي بيبتايد تتحد مع مجموعه بولي بيبتايد يسموها الكوارترينري ستراكشر او كوارترينري بروتين ستراكشر. اوكي طلاب، يعني شلون؟ خليني اشرح لكم اياها مره ثانيه. يعني هنا شي يقول لك البروتين ار اورجنايز ات فور ليفل، ذا برايمري ستراكشر از ذا يونيك سيكونس اوف امينو اسيد. يعني شنو معناه؟ يعني هنا مجموعه من الاحماض الامينيه المرتبطه مع بعضها البعض تكون لي البولي بيبتايد، هذا يسموها البرايمري بروتين ستراكشر. زين بليتد شيث كونستيتيوت ذا سكندري ستراكشر، ذا لوكال فولدنج اوف ذا بولي بيبتايد تو فورم ستراكشر ساش اس الفا هيليكس اند بيتا بليتد شيث. يعني شنو معناها؟ يعني معناها انه السكندري بروتين ستراكشر انه هذا البولي بيبتايد حيصير بي فولدنج، لما يصير بي فولدنج حيكون لي ما يعرف بالالفا هيليكس او البيتا بليتد شيث. يعني ممكن يتكون من الفا هيليكس وممكن يتكون من اثنيناتهم، اوكي؟ هذا عن طريق يتم عن طريق شنو؟ عن طريق الهيدروجين باوند، تمام. بعدين الترشري بروتين ستراكشر، يعني شنو الترشري؟ يعني ثلاثي، انه يكون البروتين شكله ثلاثي الابعاد او 3 دايمنشنال ستراكشر. واخر شيء هو الكوارترينري، الكوارترينري يعني الرباعي، انه مجموعه بولي بيبتايد تربط مع مجموعه بولي بيبتايد اخرى مع مجموعه بولي بيبتايد اخرى على متكون لنا البروتين. حط ببالكم طلاب انه البروتين بالجسم مالتنا مو بس البروتين، دائما بالجسم يقول لك انه الشيب له علاقه بالفانكشن. يعني شنو معنى الشيب له علاقه بالفانكشن؟ يقول لك انه الشكل مال الاشياء هو له علاقه بوظيفه هذه الاشياء، تمام؟ فيقول لك انه البروتين اي شيء ياثر على الشكل مالته، يعني مثلا نعرضه الى حراره، نعرضه الى تغير بالبي اتش، هذا ممكن يؤدي الى انه البروتين يصير بي ديناتوريشن. ديناتوريشن يعني البروتين يبدا يتلف ويبدا يفقد وظيفته. حفظوا طلاب وخلوها بعقلكم انه الشيب له علاقه بالفانكشن، تمام؟ وانه مثلا على سبيل المثال البروتينات اي تاثير على هاي البروتينات سواء تاثير بالحراره او تاثير بالبي اتش ممكن يخلي البروتين يصير بي دي جنريشن، يعني يتلف هذا البروتين، وبالتالي لما يتغير شكل البروتين بفعل الحراره او بفعل البي اتش حيتلف هذا البروتين وبعد ما يؤدي وظيفته. يعني تلف الشكل ودمار الشكل دمر الوظيفه مال البروتين، تمام؟ لانه بالجسم الشيب له علاقه بالفانكشن. زين المجموعة الرابعة من المايكرو مولكيولز هي اليوكليك أسيد. The entire genetic content of a cell is known as it is a genome and the study of the genome is genomic. يعني شنو معناها؟ يقولك يعني المادة النووية، المادة النووية شنو معناها بعض طلاب؟ مثل ما تعرفون المادة الوراثية مالتنا، هاي المادة الوراثية والأحماض النووية كلها هاي المادة الوراثية، يعني مثلا لون الشعر، الشكل، الذكاء، هاي كلها شنو؟ تكون موروثة، موروثة على مركب شي يسمونه، هذا المركب يسمونه الدي ان اي. هذا الدي ان اي شنو؟
هذا الدي ان واي موجود داخل النيوكليوس. النيوكليوس وين موجود؟ الموجود داخل خليه. يعني عندنا هاي الخليه داخلها النيوكليوس، يعني نيوكليوس نواه، يعني الخليه داخلها فتشي نواه اسمه. هاي النواه داخلها اكو الدي ان اي، هذا الدي ان اي. تمام طلاب، هذا الدي ان اي يحتوي على المعلومات الوراثيه اللي يسموها جينوم. المعلومات الوراثيه الموجوده داخل الدي ان اي يسموها جينوم. تمام، ودراسه هذه المعلومات الوراثيه يسموها جينومكس. تمام، لما يعني احنا ندرس، المختصين اللي يدرسون الجينوم يسموها جينومك. تمام، يعني العلم يسموه جينومك. The other type of nucleic acid، اكو نوع اخر من الاحماض النوويه يسموها الار ان اي. يعني احنا قلنا اكو حامض اسمه الدي ان اي، هذا يحتوي المعلومات الوراثيه الاساسيه، واكو حامض ثاني يسمونه الار ان اي. هذا الار ان اي اهميته انه هي تتمثل بصناعه البروتينات. تمام، هاي هسه ناخذها ان شاء الله بالمستقبل ليش يشيلون هم هذا دي ان اي مولكيول. نيفر ليف ذا نيوكليوس بات انستيد يوز ان انترميدياري تو كوميونيكيت وذ ذا ريست اوف ذا سيل. يعني شنو معناها؟ بعض الطلاب حطوا ببالكم فشي، احنا ايش قلنا انه الدي ان اي هي تحتوي على المعلومات الوراثيه الاساسيه. زين، قلنا انه الدي ان اي وين قاعد داخل النواه. النواه ايش اسمها؟ النيوكليوس. النيوكليوس مال منو؟ مال الخليه. اذا الدي ان اي قاعد بالنيوكليوس مال الخليه. زين، وقلنا اكو فتح حامض نووي اخر يعني نوع اخر من النيوكليك اسيد يسمونه الار ان اي. هل الار ان اي شنو اهميته؟ اهميته بالبروتين سينثيسيس. تمام، ويقول لك انه الدي ان اي هو اصلا ما يطلع من داخل النواه. يعني الدي ان اي مستحيل يغادر مكانه داخل النواه ويروح الى مكونات الخليه الاخرى. عاد شلون عاد يتواصل ويا مكونات الخليه الاخرى؟ طريق مركب. هذا المركب يسمونه الار ان اي. يعني الار ان اي يقدر ينتقل من داخل النواه او من داخل النيوكليوس الى خارج النيوكليوس. تمام طلاب، ان شاء الله افتهمتوها. حتى لو ما افتهمتوها حناخذها ان شاء الله بالمستقبل، يعني نشيلونهمها. اوكي، فانا كل شيء اللي اريد احكي انه الدي ان اي دائما يبقى داخل مكانه داخل النيوكليوس، بينما الار ان اي يقدر ينتقل من داخل النيوكليوس الى خارج النيوكليوس، يعني ينتقل الى باقي مكونات الخليه. زين، الار ان اي بانواع، اكو ماسنجر ام ار ان اي، واكو ار ان اي ثاني يسمونه RNA وكو tRNA. اكو انواع هواي هسه ناخذها ان شاء الله بالمستقبل. يعني مثل ما قلنا، مثل اي مركب حكينا قبل، قلنا انه اي مركب كبير يتكون من مونيمر، هو يعتبر البوليمر. زين، الدي ان اي والار ان اي هماتين يعتبرن بوليمر ويتكون من شيء مونيمر. هذا المونيمر مال دي ان اي والار ان اي شيء يسمونه نيوكليوتايد. هذا تحفظوا، نيوكليوتايد هي المونيمر مال دي ان اي والار ان اي. The nucleotide combined with each other to form a polynucleotide. مثل ما قلنا يعني نفس المركبات السابقة. يعني النيوكليوتايد لما يتحد ويا نيوكليوتايد ثاني مع نيوكليوتايد ثالث وهكذا مع 100 نيوكليوتايد، شي يسوي لنا بولينيوكليوتايد. يعني شنو؟ يعني بولي معناها متعدد. تمام، وهذا البولينيوكليوتايد بالنهاية شي يكون لنا البوليمر اللي هو الدي ان اي والار ان اي. تمام، يعني عندنا مركب يسمونه النيوكليوتايد. النيوكليوتايد لما يتحد ويا نيوكليوتايد ثاني وثالث فد 100 نيوكليوتايد، بالنهاية شي يكون لنا المركب الأخير اللي هو شو اسمه الدي ان اي او الار ان اي. زين، هسه النيوكليوتايد شنو تركيبه؟ each nucleotide is made up of three component. يعني كل نيوكليوتايد يتكون من ثلاثة مكونات أساسية. أولا النيتروجينيوس بيس، يعني يتكون من قاعدة نيتروجينية. النقطة الثانية يتكون من بنتوز. يعني شنو بنتوز؟ يتكون من سكر خماسي. بنتو قلنا 5، أوز معناها شكر، فيتكون من سكر خماسي. and the phosphate group، يتكون من مجموعة فوسفيت. Each nitrogenous base in a nucleotide is attached to a sugar molecule which is attached to one or more phosphate group. يعني شنو معناها طلاب؟ يعني معناها انه قلنا موني نيوكليوتايد يعتبر المونيمر للدي ان اي والار ان اي، وقلنا لما يتحد نيوكليوتايد مع نيوكليوتايد اخر مع نيوكليوتايد اخر يكون لنا ما يربي البولي نيوكليوتايد اللي يكون بالنهايه الدي ان اي والار ان اي. اذا يقول لك هنا انه تركيب النيوكليوتايد هو عباره عن ثلاثه مكونات اساسيه. اولا يتكون من القاعده النيتروجينيه يسمونها نيتروجينيوس بيس. النقطه الثانيه يتكون من نوع من السكريات الخماسية يسمون البنتوز شوغر. والنقطة الثالثة انه هو يتكون من فوسفيت جروب، يعني وحدة او اكثر. يعني اما يتكون من فوسفيت جروب وحدة اما يتكون من اكثر من فوسفيت جروب. طيب طلاب، خلصنا هاي المحاضرة الحمد لله. عندكم هسه testing yourself، يعني تمتحنون نفسكم هنا. طبعا مثل ذيك المحاضرة تحاولون تحلوهن. تمام، وبالتوفيق.